Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbahi ecmaîn. Albet qısaca sel o ayeti dersi peşütür. Fiha yufraku kullu emrin hakim emran min indina. Ama ki müracaam ki dobeyke ile tefsir hay muteber. Bale emran o ki hala عرضی برای برزی خوام کم بلام لیره کانده کل امرین کواب لین لیره کانده زیل حالکه یا قضی اویا بدو جیهت جگه قصه یکیان دکری امرین حال به لکل اوقتی کل سیغی عامه لفظ عامه یا دکریت عرضی برای برزی خوام حال به لامر بدلیل امر چونکه صفتی حکیمی بو هاتو توانه كسب تخصيصي خود أو خلاصيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قلت الثامن التمييز وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. أشتمي دانا من تمييز اسمي كتمييز نكرة بلى فاز معرفة نابد فضلة بأيش وكو بقيي منصوبات كاريتيا يرفع إبهام اسم او ازمال نسبتين ابهام كوال اسما هيا ام دفعيك حال يرزم دبي ابهام كوال اسم دايا ارزي بلاي برزي خوم كم دفعيك يا اجمالك بلين لنسبتك هياني نسبتك من هيك نسبتك اجمالي تدايا يعني مشخص نيا اويش چی لدا که رفع یک آوتیا لاید باد. پس تمیز عموماً امدو دانشته امدو کار دکه. کاری اولیان آواه کوا اگر اسم او اسم کوا ابهامی تدابو، او یا او آواه کی ابهامی تدا یا اسم نبیا جمله دبی. لهر حال اگر مفرد بو، ام دفع ابهامی لدا که یا اگر جمله بو نسبتیک دهی لبینی مسندو الیه دا. أما نسبتك إبهامي تدايا وكو مثال مشهور طاب زيد زيد باك إذا باكيتي دكري لتشنشتا إنسان باك بي لزوشتا أنا باك بي روشت باكا داوين باكا شوزانم درون باكا اللباس باكا شوزان دس باكا زورن بلا أو إجمالا او که به مجملی لیره دا هیا او نسبت به اجمال او هیا او نسبت به مجوره هیا دی چی دکه ام دفعیه کت آفرین زور بجه او وقتا اسمکش دا به اسمی صریح بیت جوله دواتر یک گلوشتانه که و لخوارش و بالا اشاره که کلوه ما مصطفی محمد محی الدین عبدالحمید خدای لرازی بی او یکا نظام دقیق اشارتی داویانا تعلیقاتی که هیا یکی گلوش تانا که قطعا بینی حال و تمیز جیاتی خواه اویا که تمیز همیشه ده به اسم به جلیا اسمی صریح به بلان جمله نابیت هنویتی بله رحمتی خدا لی بی مثلا جمله جار و مجلول زرف امانه دبنن بحال بلان قق نابن تمیز البت اما عاده بو برشد دبي كتيبي كم خوينين يس فروق كهي بين حال وتمييز ذا بمدى كافينيه ابن هشام يكفصل قوري لمغنيه لسر ما افترق فيه الحال والتمييز ام جاء او شوانانش كوا اتحاد يعني اخلى شن خالي هاو بشي لبين يندا ام جاء بشن خال لك دتراز انا والله زور فصلك قوري هي لسري بلا فالاولو بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت وبعد المقادير كرتل زيتا وكشبر أرضا وقفيز برا وشبهن من نحو مثقال زرة خيرا يره ونحي سمنا ومثلها زبدا وموضع راحة صحابا وبعد فرعه نحو خاتم حديدا أول يعني أجا تميس دفع إبهامك لإسمك مفرد كجملة نبيواتا آفرين لدو عددي يانزا
لسر هو يانز تا تندا تاسط چونك التمييز وكو دقه الكربه لسيوا تا وكو ارزي براي خو ما كم تا وكو د تندا بلن ونك مجمع او مجروره بلان ليانز بروسر تا تندا تاسط البته صدقه لقل نيا اما قسيه جالب ما بودا كلا شرح كدا صدقه لقل نيا تا نو جنو لانزه و تاوکو نو دونو امشته بزانه تمیز منصوبه داخلی منصوبات علی رکانه دا بویا اوان دا اشاره دکات اینا خو عدد دکان کش تمیزیان هیا بلان چون که برای چی مجروره بویا قصه لنا کلیر دا ولدوا کمی استفهامی و هر با جواره تمیز منصوبه باو کمی مثال که اوکو کم عبدن ملکتا بو مثالی عدد دکان جو همشقا 11 رجولن 20 رجولن 50 رجولن كم عبدا ملكت او عبدا تميزي تميزي كما كان وبعد المقاديري لدوام مقدار كان اوشتانك ابو مقدار رتل رتل امر زوت اللي رتل لتر بكاردي هرتن رتل وابزانم تفاوتي كي هي اللي قال لتر او امر لتر بكاردي لتر وانا كم مقداره مثلا طلي ماشي انا كم حولي ترونم تيكرت او شيبرين ارلم بستيك خاك دي بستو مقداره قفيز برن قفيز بيوانيك بابا جن لقديم دا بوغن موانا يو قفيز او مقدار ايش اندازه يا شبه اوانو كوتي مسقال زرت اسم مسقال لواقع مقدار ما هو مقدار دس نحي سمنا نحي الله اعلم وازم نشرح كشاتيتي زرف كبورون لقديم دا كمثلا رونيان كريوا اس اس شويه مثلا هاد تيتو بينشيلو دكري حد تشيلو دكري دو مقداره يا مثلها زبدا اوش كا هداش اخو عنده معنى على التمرة مثلها زبدا مثلا سؤالتي يعني بقدي بقد خرماك لسا خرماك وشورايه او مقدارة يا موضو راحة صحابا راحة ببريدستا باندازي دلي لأسمان دا باندازي بريدستا كورنيا دي وانداز او مقدارة بس لدوا مقدارة وشبه مقدارة تميز من تيبها بجان وكو امثالان من هنا تيا منصوبة أفرين وبعد فرعه رحمتي ولدوا أرزي بلاي برزي خون كم تيبه دون فرع مقداره وكا لا شرح كده يعني اشتك لو يوفر عدبه لو يودرز دبت جول لي بلا انك فرع مقدارنا لدوا اشتكو كفرع دبت فرع بوي دبت فرعه لا شرح كشه توضيحاتي كافيه لدى قصيل يكين اكو خاتم حديدا اس حديد بلم خاتم فرع بوتي وحديدي اجو والثاني دوم يا نجر ابهامك كلا للجمله كهيا دفع بك بشيدهم يعني اما محول عن الفاعل او عن المفعول او عن غيرهما يا ام تميزا لفاعل وجيراو يعني اصلك فاعل بو يا لمفعولي وجيلاو يا لغيري فاعلو مفعلو أم بحصش من هرخ من لقاتنا دادا زور باركو بيكين بلا وكوتي أقل لدوافع واشتع على الرأس شيبا إيسي أصلكي اشتع على شيب الرأسي شيب فاعل بوا تاوليتي إيسي كان هاتون قرانكاري بسرا هاتوا ده خدمتي جرامي تعرس كم واشتعل شيب الرأس مضاف إليه كما كده تفاعل مضافك كفاعل وكده أنت تتميس يا لم فلو فجرنا الأرض عيونا أصل كده فجرنا عيون الأرض دقيق مفعول ما كده تتميس مضاف إليه كما كده مفعول يا لغيري أنون أنا أكثر منك مالا أما أصلك جوا مالي أكثر منك مالي أكثر منك بس أو مالي لأصلها مبتدا بكيس التميزة مالي أكثر منك مال مبتدا مضاف إليه كيك مضاف إليه إيسا مالك لابن يكا زميري جا متصلة زميري متصلة عاملة كلابر دبتا منفصلة نوع إخوي يي متكلم دبتا جيلة منفصلة دبتا أنا أجن أنا دي بيتا مبتدا هل أو مبتدا كلا أول أبوان مال بود دي بينا هاري خوار وديكين بشي
بتمييز. باشا او غير محولين، يا اصلا تمييزوا نلا فاعل ونلا مفعول ونلا مبتدا ليشتكوا نبوه تا قران كاري مثلا هاد بيه هر غير محوله هر هر بوجه كل لله دره فارسا ك مثال لا حال شبه سيدك. واقول الثامن من المنصوبات التمييز هشتمين لمنصوبات التمييز بوكم، وهو والتفسير والتبيين الفاظ مترادفه لغه مثلها تفسير وتبيين أمانة هر الفاظ لكن هاوشيون مترادفا بوتي بو تميزو يعني في لفظة كان فرقنا معنا كانت يكيك لغة سلاحان يكيك تفسيري بيلا تبيني بيلا تميزي بيلا مميزي بيلا مفسري بيلا مبيني بيلا ناي زورا خلاصة كلا. وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، لا لغة بمعنى فصل الشيء عن غيره اشتغل اشتغل بترازيني جاي وكي بيضلن شي تميز. قال الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، أما باري لغوية كي بقى عندك إنا باري سلاحية كي نيا دا جيا وبن أمرو باسي قيامته هي تاوان باران شنك قيامت قولتين بركتك هيتي صفي تاوان بارانو صفي پرهزكاران جالبت جيايا اي انفصل من وين يعني ايمان داران جاوب داور ندري او تاوان بار بتدر دنيا نيا كابرا بنا يدينو هزار يوك دان النفاق دورو لك او ناي خوش دان المصمو تكاد تميز من الغيظ، اما باسي بحسي وانك بحسي جهنم أما بحثي جهنم كدلت تكاد تميز من الغيظ وقت جهنميان دتلنا وجهنم دكننا وجهنم جهنم لرقان غريكة ليك دترازع تميزوا أها أي ينفصل بعضهم من بعضين دقيق اسمنا زانم لقرآن دا أمل لسوري ملكا لسوري قافش دا آياتيك او جارو بار اما سائلي تفسير زور بارجيك انسان بيلا زور تايبتيا لا جزء الا جزء الا سوره ملكا دلا تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير حركاتكم الله بالبيودن رين بو جهنم خزني جهنم يعني دركوان كان اوانيك احد داري كاري اوين لملائكه انه ما قال نذيرك نهته ابو لايو تشيو قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا جاء ام جاء وقت جهنم خلقي دشتنا وجهنم رقي خلصتي جاء سي دو توجيه تفسير هي دو توجيه هي لسر ام اياته تفسير توجيه كان كزور يقدع علماء هل سرون ضلن يعني جهنم امن دي رق لوانيك كاري خرابك جليا لرقي خوي خريكا واتيا دولت دبيك و اوانا دكوننا او اتر عذابي عند داو اوا اياتي شكهرتن عبارتك جوريك بلان حل محتوى ومضمونه داديت لصوره قاف دا خواي جورا بحثي جهنم دكاو بحثي او دو صفاكا بحثي جهنم كاكا يوم نقول لجهنم هل امتلأتي بجهنم الين بزباني حال فربوي وتقول هل من مزيد جابرك دلن يعني خويا زياتريش بيو هرجم هيو بوم بنيره بعمل امانه تعذيب دم ولا توجيه شكا هي تفسير شكا كلا سرد الزور خوش دنيشه ايش اويا بلاداني انسان كان لريخوا كاستحقاق غضب نفرتي خداب وخويا دين نجي جهنم پریشان دبي پشوك حال دبي لبدا بل بحالي تأسف ودل جاب أخوة يعني إيكش هيا كوالا ريتو لاي دابي من وام زاني هار أمن دن كأوا أمن لنا ومفسريني قوري قديمي دا أمن لكتبك أخوين دوما تواني يكاق لعرفاي هاري قورو نامي سهلي بني عبد الله تستري كخلقي شوشي خوزستان بوا يتشكا لمفسريني قوري أهل السنة أو تفسير بوچون أكا كذور تفسير بوچونكي
عالمانه براستي خوش بل اي ينفصل بعضهم يعني جهنم برشي لبرشي دترازي جادبيته او لغه. وفي الاصلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثه امور بل ارزي بلاي برزي خوم كم ولا اصلاح شاء اختصاصي هي باشتيك ككود بيته ولا اشتدا سيشت كوهي المذكوره في المقدمه ايوانيا كلام مقدمه كاتيا ذكر كلام كاسما نكيره فضله جاء وقت ابو جورا رفع ابهام دكاو ابو حالتين بلى او وبعد فرعه نظم خوشم نبو زميلك وبعد فرعه متنك تاولي او خاتم حديدا وتميزك لدوا فرع تميزك وديد يستي خاتم فرع بوتي وتميزك كحديد او بس هي فرعه وتميزك تاو منظوم مرجعك كم نوتي وكاتب بابيزاني بلى عرضي براي خومكم وفو مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وين أشبه الحالة في كونه منصوبا فضلة مبينا لإبهام إلا أنه يفارق في أمرين زاندرا لوي كواما لدو تعريف حال وتمييز بيان مكلك التمييز هرچن لوك حال داتشت هل برشونا والله فرقش بينك لوي كمنصوب فضلة ومبين إبهام أما تميز زيادة بيتو لحالة شيا لدوشتا أهل أخوان نسويتي نقاط اتفاقيا اسم بون نكير بون فضل سي مبين منصوبة وشو أبينجاك بلان لبينجان دا بسؤول إجباني جادونا حال تبيني هي إدكا أم بيان إبهامي زادية نسبتيك لجملة كداها ديك دو حال اسم صريح دي وزرف وجار مجرور جملة جدا بلان تميز فقط اسم صريح حسي معناي كلام جاري وابي حال باطل أما تميز لو جاها قادانية شوارم أصل لحال دا أوي مشتق بي أصل لتميز أوي جامد بي بينجم حال دا بي تأكيدي عاملكي دكا وصاحبي حالكي دكا بلان تميز تميزي تأكيدي نابهاتن أم قصة جي إيلاد شونك قصة هي لسر أوي كتميزي نقشي تأكيدي هي بلان نقب أندازي أوي كقصة لسر تأكيدي حال هيا بوزورني إنا أمش هيا بلا ابن شام شعر بدواني عندك زيادة اللي ناله چونك بابي كدانا و بابي چواري لمغني دا كمغني وابزانم دا بابا بابي چواري فقط بو برش دانا و زور تابتيا كدلا بو او كسي كده هوا نحو بزاني لسا قرآن كاركا ام بابا دلا گنجينيا حال ازم دا بلايو دا بعام شتاكي بان كلو لبر دستم دانيا مغنية كينا خلاصية كم بو دكتيو البت او شنانش مهزبت كدو لكلا بابي چواركي كلن ارزبتم كلو زور بمفصلي براكوبيا كي أو هل وقت يبو إنسان دتواني جويدة بكت بلى أحدما أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة حال وصف دب يعني مشتق دب يا فعلا إيستي مشتقة يا بالقوة يعني لقوتها يعني تي تأويل بمشتقك أفرين وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كسر أما تمييز بو إسمان دبك جامدا بزوري نوع 20 درهما رتل زيتا ويا إذا ما جامدا معنا زيت درهم خو جامد وبالصفات المشتقة قل بل عن بوصفتان كمشتق بكميد بتميس وكتيك قول لله دره فارسا ولله دره راكبا وكبان ما كل مقام تعجبا كتوليغي بل الثاني أن الحال اللي بان هياتي بسر صورة شكل زي الحالة كبان لك بل عن والتميز تارتني كل بان زي وتارتني لبان جهة نسبتي تميس يا ابو بياني ذات كان دبي دفعي ابهام لك على ذات كان يا لو نسبته كالجمله كدا هي ابهامك يا دفعي او ابهام لك على سيده لو نسبته ذاك و لنا جمله كدا هي بلا جوانا. وقسمت كل من هذين النوعين اربعه اقسام هل يك لم دون عالم كده سند شوار بش فاما يعني او دون نوعي تميس كابو بياني زواته يا ابو بياني جهتي نسبتها فما اقسام التمييز المبين الذاتي فاحدها اي دكات تشوار بش اي دكات تشوار بش اني خ بعد الاعدادي لدو عدد كانوا بيت وقسمت العدد الى قسمين عددي شم كدتندا دوبش صريح وكنايه اخ عدد معناه صريح عدد معناه كنايه او كم استفهاميه او كنايه لعدد لا قران دا برشت ما بودينه فلا فالصريح الاحد عشر فما فوق الى المئة صريح عددي يانزيا وبروسر تعصد
تقول عندي 11 عبدا دقتك و99 درهما أولا قرآن داني نما أنها مثالا بل أما قرآنك. وقال الله تعالى إني أحد عشر إني رأيت 11 كوكبا يوسف عليه الصلاة والسلام كفرني وبعثنا منهم 12 نقيبا أما عددي دهانص. ووعدنا موسى 30 ليلة أول ليلة تميز 30 وأتممناها بعشر فتم ميقات رب 40 ليلة وشلك زورت شاكا فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أو عاما تميزي 50 يوم. فمن لم يستطيع في إطعام 60 مسكين مسكين تميزي 60 يوم. زرعها 70 زرعا زرعا تميزي 70 يوم. فاجلدوهم 80 جلدة جلدة أو تميزي 80 يوم. إن هذا أخي له 99 نعجة نعجة تميزي 99 يوم. وفي الحديث لفر ما يشتي بيغمبري شاهية صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما خوانا ودنونا بها ظاهرة معظم الأرواتي كترمزية هنو ودنونا كان ديني كسي كابريكي سورية شامو خندوناني بأهنجي كي خوشي خندوناني جا حالي زوربان لقرآن دان وبركشان للسنة أو أسماء الله ذكر كلاو. وأختي واقعا اشتيكش كاري لسرنا كلاو زور بداخو أصلا قضية أسماء وصفات كاري هلا سرنا كلاو واقعا برق مطالب هي لسري خدا روحي شاد كا يا خو درجاتي عالي به كاك ناسري سبحاني براسي كسي ولو زمينة دا يدي بيزاي بو كاك زور مهم بو أو كل أسماء الصفات براسي كردوه جاء أم جاء أو جالب دلما صندل خدا كريش لصفة كان رحيمة يا غفورة موزع منو توي بندل بلا بأو صفة عدد صفات وأو صفة سبامي كي تلعبو بندقان جاء إنسان خوال ناو ناوكان يودنا سير براسي ليلم أما نموني دا جرمو ليردا كيش لناوكان إخوة جبار ويا جبار جبار عادة زوتر كقوتلاوة لو أو صفتانا باندك لك بياني قهر وغزبي خوابك بلان بلا توربونو أمانا لناو صفتك دا ديارة بلان نهايات رحمتي تدا بونمونا خوين مواني حد مفرداتكين بالرسي كر بو نتيجة داكي زو بنتيجة كي تشاك داكي العرب بكسي شكستن بند يان قلتوا چيان بيو قلتوا بشكستن بند جبير يان بيو قلتوا يا جبير او کسی کشونه که داشت که چه چیکات او شکسته بند جا انجا تو چوب لش کسی بند دست نشکاوه وقتی دست لوشونه داده کشکاوه اتو نالد درواده به بچن دانه نفر بدگیرن آن ده ایشیه یا ایشت پیدا که بلان ایت شده که بود اصلاح که و تا خوای تبارک و تعالا اگر جاری وای لطوریا مشکلی که بود روز دکه بلایا که بسر دینه آها ایشت پیدا که ولكن أم بلايا نقش إصلاحي هي بوتو جاء أو أسماء الصفات واقعا كاري ديبت بلا أرى والله هم كتو تواني زور تابتش تشريحي كدوا يعني حر همي بالرسي لغوي كدنو يزو زور مهمة جاء أم جاء وأردت بقولي إلى المئتي متنا كتما شاكا كتي بعد العدد الأحد عشر فما فوق إلى المئة أما قاعديك كلام غنيدة لبحث إلى دادهين أما ليردا لما تنا أم قاعدة زريفة دين جادي قد كان الله تي الله ككتم إلى المئة يانزة تاسط عدم دخول الغاية في المغية عدم دخول الغاية في المغية بلا 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 عدم وأردت بقول إلى المئة عدم بلا مفعول عدم يا من تشاوم لولا نبو وأردت بقول إلى المئة عدم دخول الغاية في المغية إلى عدم كرت ويستم بوككتم يانزة تاسط كصاد كغايتك يا جولي يا لمغيا كدا مغيا أني أوشتيكا غایتی که بودند را جلیه هرشتی که غایتی بودند را پیدلن چی؟ مغیی رحمتی خواله به جلیه جا عرضی برای برازی خونکم دلی اوام میست
كبيلم غايتك ك 100 لمغياك داك 11 كيك تافه ما فوقها يا داخلي اوينيو جولي بوكا كوهو احد احتمالي حرف الغايتي كاما غايه داخلي مغيابه يك وغايه داخلي مغيانه بيت ا او اميدوميان يك يك لدو احتمالي حرف غايه حرف غايه دله دكريت غايتك لنا مغياك دا ببيت بوغنجي ودكريت يا نجونجي نتيجه كاويا او اسمي الى دكريت الى دكريت اسد او اسمي الى حرف جر دكريت اسد جاري وا او اسما داخل معناكي لفيش خويدا او بيدلن غايه لنا مغيادا غايه داخله لتيدا لمغيادا مثلا بونمونا خويا جوردا فرمي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بس مرافق اما غايتك اما ابلين اما غايتك يا مرافق اما مغياك او دصك بس مرافق داخلي مغيا يعني تي يعني كدستانشد مرافق شو نقلي ردا تاوبيا بلان ام امدلي يانزا لصدا تاوب يعني صدي لقل نيه رحمتك والله بس نتيجك اويا او اسمك الايده تتسر جاري وعلى معنى دا ربتي ببيش الى كوايا وكو ايديكم تي الى المرافق اسم مرافق داخله لشدا لايدي دا وجاري وايا او اسمك الى ايده تتسر او اسمك مجرور الى كا داخلني لبيش اوكي خويدا شبيه ام مثال للقران دا خوي جوله للسوره بقره ابو ماندله واطم الصيام الى الليل روشوكا تنتوكن تاكي تاشو بس شو غايتك يا لمغياك يا كصيام نيه چونك اجا داخلي مغياك به يعني بشو يجب روجو تيجي شي بوكا او بابتيكا البته اما مطلب لمغني دا زوج وان تاوتويكا بلان ليرد اصل قاعده كي بان كدو ام جاء الي روديت بر نظرت جوان لي حالي ببا لبعث الى دا اگر او اسم با الى مجرور بو بلين غايتك داخلي مغياب او اياك العوامل خندو معنا الى بمعنى ما حدث اهو يا كغايه داخلي مغياب حمان اشتكى لعم جوزانا دلن والى وقد يجي بمعنى مع رحمه الله بتيجي شبكه والكنايه عدد ككنابه وهي كم الاستفهاميه تقول كم عبدا ملكته اما كنايه خد شندانا خو كنايه لعدد فكم مفعول مقدم وعبدا تمييز واجب النصب الافرادي عبد الله برزقكم كم عبدا تمييز واجب منصوب مفرد به بلا وزعم الكوفي انه يجوز جمعه اغاي كوفي بي واحد دلي درست جمع كشي فتقول تي عبد الله برزقكم كم كم عبدا بلا كم عبدا عبد الله خوم كم او اوا دلي وزعم الكوفي انه يجوز جمعه فتقول كم عبدا تي كم عبيدا ملكت اوا عبيد جمعتها عبدا وهذا لم يسمع اما اشتوى نبي سلها ولا قياس يقتضيه ويش قياس يكش نية مقتضي او بك تمييز كم استفهاميه جمع به منصوب به ويجوز لك جر تمييز كم الاستفهاميه بوتيا تمييز كم استفهاميه مجرور كي وذلك مشروط بامرين احدهما ان يدخل عليها حرف جر حرف جر بستتسر والثاني ان يكون تمييز الى جانبه دوم شان او تمييز كلا بنابت وكو كقولك بكم درهم اشتريته وعلى كم شيخ اشتغلته يا سلير دا كم جربه بيك رحمتي خالبي تمييزك شي كدرهم لا بنيده دا والجر حينئذ عند جمهور النحل بمين مضمرة جري درهمين لمثال دا يا شيخين عزيز ابراهيم رزقهم لمثال دوم دا كما جلولة جرّك دل حاصل ولا علماء نحب منك مقدر والتقدير بكم من درهم حال يرزم دبي وعلى كم من شيخ وزعم الزجاج أنه بالإضافة أما الزجاج بيوا بإضافة كرنك حاكم بو حاصل بو بأدير دا كتاب إن شاء الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.